أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا للرحمن عصيا
الشيطان كان للرحمن عصيا. صدق الله العظيم.